الناس. ماذا بك يا فتاة؟ عادي يعني، واقفة كده مع النفس. متأكدة؟ من عادي؟ لا يا مانجا، لا والنبي بلاش حوريني يا كيكا دي معايا، حتى الست الوالدة. مش عارفة ماما، أو أنا مبقتش عارفة، بقيت أسأل نفسي أسئلة كده غريبة، عارفة كأن الهلبل ماسكني في الأرض فك، وقعدت أجري ونسيت روحي وراي، ببص على العالم كده من بعيد، من حتة فوق، مش عايشة فيه، مش عايشة جوه العالم ده. طب ما تروحي للثيرابيست بتاعي يقدر يساعدك. بالعكس، بالعكس هو اللي هيحصل بالظبط. اللي هو هيديلي كل حاجة. انتي عارفة الناس دي بيقعدوا ينخوروا في حاجات احنا بنبقى عايزين ننساها او نستناها. بصي، كنت عايزة اديكي ده. ما هذا؟ موظفيني قوي مش كده؟ بس هو اللي لقيته. بصي انا كتبت كل حاجة شخصية قوي يعني في الظرف ده، حاجات ما حدش يعرفها، حتى الباسورد بتاع الفيسبوك وتويتر، عايزاهم يبقوا معاكي، ما تديهمش لحد. اشمعنى؟ يعني لو حصل لي حاجة في أي وقت. شر عليكي، إيه القرف اللي بتقوليه ده؟ أنا جالي مغص من كلامك الغريب ده. طب الحمد لله إن أنا عازماكي على الغدا، بفلوسي بقى تسمعيني، بطلي فابيان. هو عمر واحد يا ماما، مش عايزة يعني لما أروح أبقى موجودة على الفيسبوك وأحس إن أنا مشاع، أي حد ممكن يشوفني. يديني إحساس كده بالرخص بس. أدلتهم يعني؟ آه يا أختي، دلتيهم. يخرب بيت الإنجليزي اللي عملته مولا ده. أنا همشي، عايزة أروح أجيب ابني. أكلمك بالليل. ها، سي سي، باي. استغرب ليه يا اخو؟ عادي، طلعت قطه من الشارع، سيب لها باب القرار مفتوح. غلطت القطه ولا اللي ساب لها باب القرار؟ بعدين تيجي على البريمو اللي انت بتكسب بيه تحبسه، نجمه شيطانه. لا وايه؟ عايز تسحب منها السر الالهي كمان. خش حرب لا احنا قدها ولا مخططين لها، تضيع لك كل اللي انت عملته. انا فارس يا اخو، كلمني. ورد، ايه رايك؟ ايه رايك يا فارس؟ فارس مين؟ ده انت اللي فارسة وانترناشونال كمان. ميرسي. ده حلو 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 وجديد. شوف صح بحر. انتوا هنا بتعملوا ايه؟ يلا يلا، ايه ده؟ وايه اللي حصل؟ مكان مين اللي قطع الهدوم دي؟ خصم 3 ايام. بقول لك ايه يا بحر، مش شطاره هي اهم من الشطاره الاداره. يعني خصم ده هايل هايل. طب الأخيرة دي، دي ولا في واحدة تانية؟ دي هو بيني وبينك الاتنين أحلى من بعض، هايلين يعني، راكبين على بعض وفي انسجام حلو أوي أوي.
ميرسي. طب يلا يا بحر، احنا عشان نشوف المكان البنات خصم 3 ايام يا بحر كل واحده. و طب ورد الاخيره، بس الرقصه الاخيره دي بس على سبيل يعني تقدر تعيدي كل الحركات نفسها هي هي ولا مره واحده بتعمليها؟ لا بعرف اهو اهو. حلو قوي. حلوه قوي 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 قوي. بس ارجوكي ابوس ايدك ساقي عليك النبي، بدلتين سلام للبنات عشان يستروا نفسهم بعد الحفله ما تخلص. لا بس انا الفوشي عايزه منها لسه حاجه. كله تحت امرك، اكيد كله تحت امرك. مفيش حاجه عايز تقولها لي يا معلم؟ حاجة زي ايه يعني؟ انت ما تبقاش راجل غير لو طلعت عين اهلي، بس انت عارفني انا مدب ولا بعرف ازوق في الكلام ولا الجو ده، وانت اصلا قارف امي من زمان جبلاوي وكافر في ام التعتيم على نفسك. طب اختصر بس قول لي عايز تقول ايه؟ بص الوضع دلوقتي مختلف، بس انت عارف صاحبك، انا سرك وظهرك ودراعي في دراعك في اي حته واي وقت. بس انا برضو محتاج اعرف، في اي حاجه حصلت ما بينك وبين اسيا لازم اعرفها؟ يعني حاجة مش مقصودة، حادثة مثلا، بنية طلعت منك كده غصب عنك، حاجة لو أي حد تاني عرفها هيفهمها غلط غيري. ما طلعت استريح شوية. إيه اطلع استريح والجو ده؟ عاوز تنفضلي يا معلم أروح أصلا. أنا ما قتلتهاش على فكرة. ولا بالغلط؟ ولا بالزفت الغلط. أنت عارف إن طول عمري بحب آسيا، بس أنا كنت متأكد إن هي هتغلبك عشان تملكها. شفت الظابط المضطرب اللي كان واقف معانا بره ده؟ اكيد شفت. تهريني اسئله من الصبح. يعني انا مش ناقصك ومش ناقص اسئلتك. خد حاجتك وغور من وشي واطلع استريح فوق. هطلع يا معلم، انا اصلا مش جاي لك، انا جاي للبنات. اسيا اسيا استني بس استني بس. تعرف دلوقتي يا ورد، قصدي على ستيج قدام ناس جمهور. انت شايف ايه؟ كراجل فريز شايف ان عندك امكانيات تعملي بيها اي حاجه وكل حاجه. صح، ممكن اكون بعرف كمان العب اكروبات، اطير في الجو، بس كله بمزاجي وقت ما انا احب. ولا انت شايف ايه يا بحر؟ بلاش بحر، اسمه عم بحر مولانا. اقعد زعليه، ده بركتنا ودراع اليمين. سيب الدفع على حد ياهو. ده انت زعلك نبي، اول مره يفوت لواحده كلمه. بجد يا مولانا؟ لا بس برضو بحر احلى بكتير على فكره. قول لحداد يشغل النمره الخلص التاني وبسرعه بعد الفصل، في الخفيف كده اسحب اللي اسمه فلاديمير بالمترجم بتاعه من المطبخ على المعرض عدل. عفقت؟ حصل. ايوه يا شيخ عباده. ايوه يا شيخ عباده، حط اصابعك على ودنك عشان تعرف تسمعني كويس. الحيوان اللي قاعد قدامك ده ما يتحركش غير لما تشوفني تاني في الصاله. بص لما خبطتني. ايوه ايوه يا شيخ عباده، بتقول ما تلهيه في اي حاجه يا عم، الهيه في مشروع النهضه بتاعك. يفضل قصاد عينك لغايه ما تشوفني تاني. بعد كده الغرفه ده هي اول ما تشوفني يمشي، مش عايز اشوفه من مكان تاني. كرمش له اي حاجه وبدي له اسفين عند الرؤساء بتوعه، قول لهم ان هو بيتحرش بالبنات. ماشي يا شيخ، يفضل قدام عينك. يلا سلام. عرفوها منين علشان تتكلم قصادها بالشكل ده؟ بني اماره يا اخو. الخواجه هيرجع الصلاة تاني ويبقى عندنا مشكلة كبيرة لو شاهين ده ما ظهرتش. اللي قول يا بحر، العشق ولا الخوف؟ أنهي حاجة بتحرك البني آدم أكتر؟ العشيم بيحركوا العشق، والذكر بقى بيتمسك من الخوف.
يبقى مفيش مشكلة، مفيش قلق من فلاديمير. أنا قلقان من اللي نزلت علينا من السماء. من ورد؟ من عشق الورد يا أخو. جرايا بحر. فارس ما بتعلقش بحاجة. ما تقلقش يا مولانا. حبيبتي انت مش محتاجه مكياج، انت جمال رباني. اداريها ازاي دي؟ ميك اب سهله قوي. على فكره سكسي. سكسي؟ مش هتروح من الميك اب. جربي ده. هاتي هاتي. استنى بس. طيب. برضه سكسي. عارفة يا ورد، لو انتي قدري فلتعيني عليك السماء، ولو انا قدري. لا 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 لا، لا انا قدرك ولا انت قدري. انا يدوبك معدية كده في حياتك. حياتك هتفضل حياتك، حياتي انا بقى انت حياتي، انت حياتي. ايه البكش ده؟ البكش ده تعمله على البنات بتوعك، لكن معايا انا لا، مفيش داعي. اوكي. ايه يا ماريا؟ ايه يا ماريا؟ امال لو ما كنتش خواجه يا ماريا كنت لقعتي بالصوت. ايه اللي حصل؟ انت قطعتي كل الهدوم دي؟ ايوه. وريني كده. طب ما كفايه كده يا ورده، عشان كده انت هتعريها خالص. ليه؟ اوه ماي جاد، ذيس از بيوتيفول. انت اصلا حلوه وكده بقى احلى. انا بس بينت حاجه كانت مستخبيه. امال بونيتا؟ قطعي براحتك يا موره. انت لاتينو؟ برافو بونيتا، أنا ماريا من أرجنتين. وأنا ورد. والراجل ده بقى كان هيموت. هموتك إيه؟ إيه يا ورد؟ ما تخلي الطابق مستور وما تخليش حد غريب بينا، يعني خصوصا أرجنتين. ماريا ورد، ورد راس حرب الشيطانة الجديدة. النجمة اللي نازلة لنا من القمر، من السما. وعملت إيه في شاهين ده بقى؟ يا ماريا بقول لك ورد، تقولي شاهين ده، شاهين ده خلاص. تعيش أنت. يا لهوي. قتلتها؟ لا طبعا، ده بيبي وده يقدر يقتل حد. انا حقيقي بيبي. تحب افتحك ازاي يا برنس؟ اشقك نصين. وريني بقى هتحلها مع فلافي ازاي، والنعمه ده يقزقزك انت وطائر النهضه بتاعك ده.
ولا الحدايه اللي اسمه بحر؟ حتى انت يا عنبر الكلب ما بترديش. ده انا الملكه يا اولاد الكلب. أحبك عيشة أحبك. أحب أرقص لك على دي. ترقص على دي وعلى اللي أنت عايزاه. أصل المزيكا بتبقى جوانا مش في الأغاني. أنا ممكن أرقص لك على المزيكا اللي جواك اللي جوا روحك اللي محدش بيسمعها غيرك. أنا أحب ترقصين على المزيكا اللي جوايا أوي. هو الدنيا حر في الأوضة فجأة ولا زحمة ولا إيه؟ لا صح، انا مش قادره اتنفس بجد. صح. ها ماريا، هوا شويه. طيب فهمت. تفهم ماريا شربات. عيش احبك عيش احبك واموت احبك اموت احبك 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 يا حياه قلبي. بنشر شويه بس. لا جميل حياتي. انت جميل. شيك ب10 حداد، 5 للفرقة و5 ليك ولرجالتك. تحية منك. وما تديش مولانا، لحسن بيزعل ويتخنق. قوم يا رب مسيو، مرحبا. هاي جايز. الشغل يا أخي، مش هنقضيها سلامات. Put more garlic, Mahmoud, and less salt. Okay. كما كنت يا شيخ. لو عايز ملحوظة تاخدها من صاحب المكان. هدينا يا ست بينا لوحدينا. طب وتالتنا؟ الشيطان؟ اي ماي بيست فريند. اكلين شاربين مع بعض، ماسك عليه شيكات كيمبيالات. طول ما انا معاكي ما تخافيش منه. ده انت مغرور بقى. أظهر عليك انت. انا مضروب بيكي. انت سبياني. اثبت مكانك. ايه وبعدين انا مش مصدقاك. كده نوع يا خواجة. أهوات الله خواجة. هيلو أوتوموبيل أنتيكا. كده نوع كده ياس كده نوع كده ياس. كده أنت سكرت يا خواجة. حبيبي بخر. فارس is very lucky because he has someone like you. بكاش بدأ عامل زي سلاسل الذهب. وبعدين ده مش شامبو بتاعك. مش بس شعرك، جسمك، رسمك، كل حاجه. بطل غنى بقى. طب انت مش هتريحيني وتقولي لي ايه حكايتك؟ انت مين؟ كل حاجه باولها لما اثق فيك الاول. وبعدين انت اللي شكلك مخبي حاجه. حاجة واحدة بس. قولي حاجات. وعمر ما في حد بيعرف عني حاجة. بس عشان خاطرك انت تؤمري من الباب. تحلمي وننفس.
حراك تاني. لما تحب تقول قول. شفت انا ذوق ازاي؟ انت مش بس ذوق، انت بتشوكي. مش ورد كل يشوك. انا افتكرت حاجة، سمعت صوت باب البيت بيتقفل ونزلت عشان اشوف مين، بس ما لقيتش حد. كانت الدنيا ضلمه وسمعت صوت غريب، حد عمال بيقول دانا دانا، بس لما اتلفت عشان اشوف مين لقيت رحمة. انا مش هكلمك تاني. انتي بتتخطي بسرعه قوي. بجد والله، يعني اللي انتي عملتيه ده شويه صح؟ انتي رخمه، مش هكلمك تاني. انا بحسدك حسد ما تكونش بجد بجد. مش ورا السما ما تستاهل بقى، يعني معلش. عايزه انام. هاي راجل، انت مش فاهم فاتك ايه. احنا شفنا كميه كانيونز مش موجوده اصلا على الخريطه. كان ناقص نرفع العالم بتاعنا اصلا. اهلا يا دكتور، معلش هجمنا عليك في وقت متاخر، بس الدنيا ليلت والطريق زي ما انت عارف. لا تشرفتوا. قطعنا خلوتك؟ لا خالص انا بنتي، ولا قطعت ولا حاجه، انتوا اصلا ما فيكوش حيل تتكلموا. يلا ادخلوا. اسف. طب هجيلكم. ايه في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، الدنيا ليلت، مش هينفع يرجعوا دلوقتي، هيرجعوا الصبح، منى مش هينفع تسوق. طب ازاي احنا الاتنين مش متجوزين يناموا مع بعض في نفس الأوضة عندنا؟ أنت ناسي إن عندك عيال؟ مين قالك إنهم هيناموا مع بعض في الأوضة؟ أحمد هيبات في المرسى، ومنى هتنام في أوضة ماما. خيالك بس المريض هو اللي شغال زيادة عن اللزوم، حاول تهديه. ايه منى؟ أجيب لك إيه؟ عايزة أجيب مية لأحمد، لأن أنا عارفة إن هو هيتكسف إن هو ينزل يدور على المية. طيب لا، هيلاقي في التلاجة الصغيرة اللي جوه. خلاص قشطة. طب بقولك ايه، لو مش هتنامي تعالي نتكلم مع بعض شوية. اه يا ريت. اسمها شهندة. اه افتكرت شهندة، بس اللي افتكرتيها انت يا حلو. اسمك هتكتب بحروف من الذهب، سوف يذكر التاريخ وردة التي قضيت على بنات شيطان. فشختيهم، شلحت البنات وكسيتي نفسك. تعجبيني. طب انا عايزة هدوم. سهل. ايوه بس على ذوقي، انا اللي انقيها. انا يا حبيبتي بكره هاخدك الف لك الدنيا في لفه وادالك هديه. ولغايه بكره اقعد اعمل ايه؟ اشتغل تريكو؟ خلاص خدني بقى عند المزيكا، ما تسيبنيش لوحدي. ما عمري ما اسيبك، انا اللي لقيتك يا غالي. ما باكلش من الكلام ده. يعني ما انتش واخدني عند المزيكا؟ خلاص انا قاعده هنا ومش هتحرك. هاخدك في اي حته انت عايزها. انت بتشك في فارس الانسان؟ لا ابدا. ليه بس بتقول كده؟ انا بشك في فارس الحيوان. كده بتخوفيني؟ انت اللي خوافه، دي مش مشكلتي. والله ما انا مكلماكي تاني. انتوا ليه بتضحكوا لغايه دلوقتي اصلا؟ عيني عماله بترخم على قلبي. والله يا بابي هي اللي عماله تخوفني. مش انا قلت لك كذا مره ما تخوفيش اختك قبل ما تنام؟ بابي هي مامي هتبات بره النهارده؟ ايوه عشان عندها شغل. طب وسليم معاها؟ بطل يا سيدي ونبي.
تعالي معايا. اجي فين؟ تعالي بس. فين؟ جوه الدولاب. بقول لك عايزه اروح عند المزيكا، هتدخلني جوه الدولاب؟ انت خايفه ولا ايه؟ هتتبسطي قوي. لا والنبي. مفيش ثقه فيا ولا ايه؟ معقول يعني ما تثقيش في واحد كان هيضيع عمره كله عشانك؟ انت لغايه دلوقتي قانونا تعتبر خاطفني. اثق فيك ازاي بس؟ بذمتك انت. ده منظر واحده مخطوفه؟ لا. بس يعني القصه الفالصه اللي انت حكيتها لي دي مش داخله عليا. لسه هقعد معاك واحقق معاك، واذا ليا حق هاخده. رقبتي يا بيبي، عينيا الاتنين، تؤمري بذمتك؟ شفت حنيه زي كده؟ لا لسه ما شفتش. هوريكي كل اللي بتحلمي بيه هتشوفيها. اتفضلي. عايزه اروح عند المزيكا. هنا المزيكا. Señora Bonita, I knocked the door many times, but you didn't answer. Anyway, مقاس أنا وأنتي واحد، أنتي قمر، لازم تلبسي حاجات حلوة. بس دول؟ Please don't cut. Por favor, señorita. Gracias. إيه ده؟ أنتي بتتكلمي أسباني؟ مش عارفة. باين كده بونيتا. على فكرة مسيو فارس بيبص لك زي عمر ما بس له واحده ست قبل كده. هو فين بقى؟ اصلي عايز اعرف اوضتي هتبقى فين وهبات فين. انا هدور عليه. ما تقلقيش هخلي بالي منه. You idiot, Antika. I was gonna kill you. دمك خفيف فلاديمير، سلاحك قصير، أنا سلاحي طويل،
وبعدين انا مش قلت لك لو حصل انا اللي هقتلك الاول؟ خلينا في المهم، ايه اخبار المساخيط؟ You sucker, you.